الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أخ زميل صديق السيد حسن التودي، والإخوة والأخواتي والحضور الكريم. حقيقة الأخت فريدة محاط تحتي أسئلة لتضوح دماغنا هذه مدة كثيرة جدا، وتحتي أسئلة واللي نتمنى إن شاء الله أن هذا اللقاء اليوم يجيب جواب عليها، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء ديال اليوم. تكلمت على لغة الخشب، أنا تعرف السي الحسن الدولي غادي يتفاجئنا لأن اللغة اللي ما تعرفهاش هي لغة الخشب. لا، لأن جينا من جهة الخشب، سيراني الدولة في طماطم. أولا في البداية بغيت نرحب الحاضرين. الحاضرين سواء اللي جاوا الجامعة المغربية ولا اللي جاوا بلاد بعيدة جدا. كنعرف كاين اللي جا من الولايات المتحدة، كاين اللي جا من كندا، كاين اللي جا من دول أوروبا، عدد من الدول اللي تحملوا مشاق السفر وجاوا باش يساهموا في هذا الاجتماع، باش يتقاسموا معنا مع إخوانهم المنظور ديالهم. وهذا ينطلق حقيقة حافز واحد هو الرغبة ديالهم المساهمة في تنمية بلادنا. وراه ضحاو باش جاو، ضحاو بمشاق السفر وخلاو ربما الجامعات ديالهم، خلاو ربما المختبرات ديالهم، خلاو ربما مشاغلهم، ولكن رغم ذلك جاو. وبغيت نشكرهم جزيل الشكر على هاد المجيء ديالهم، وخاصة على كذلك الرغبة ديالهم في المساهمة في هذا اللقاء، لأنه وماشي بوحدي، كلنا يعني عندنا واحد الأمل كبير إن شاء الله أننا هاد الأسئلة اللي تحتي الأخت فريدة باش نجاوبوا ونعطيو بداية أجوبة على هاد الإشكالية اللي مطروحة، واللي دائما تنقولوا واش حنا استطعنا حقا انها الطاقة اللي عندنا في العالم انها نوفر لها الظروف باش تساهم في تنمية بلادنا. لما تنقول التنمية راه ماشي فقط الجانب العلمي، راه الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الثقافي، الجانب المعرفي، الجانب الاجتماعي، الجانب الرياضي، في كل الجوانب. وقبل ربما من نطرقوا حتى دولة بعض النقاط، لأن الأساس اليوم أننا نصنطوا بعضياتنا، أننا نسمعوا شنو الاقتراحات ديالكم. بغيت نشكر كذلك، شكرت الأساتذة، شكرت الإخوة اللي جاوا، بغيت نشكر النواب البرلمانيين ديالنا، المستشارين البرلمانيين ديالنا اللي جاوا حضروا معنا. واللي نقول لكم وشهادة من باب الأمانة أنه في اللجنة البرلمانية بالمواضيع اللي تتكون حاضرة بقوة هو هالشيء ديال الكفاءات المغربية. وأنا متأكد ونطلب منهم أنهم يبقوا إلى آخر اليوم يساهموا في هذه النقاشات، في هذا الحوار اللي غادي يكون، وفي البلوارة ديال هذه الورقة ديال الطريق اللي بغينا، لأن بغينا جميعا هالمسألة هذه بحقها ما تتهمش فقط يعني الكفاءات المغربية، راه تتهمنا حنا كفاعلين سياسيين، تتهمنا كبرلمانيين، تتهمنا كمجتمع، تتهمنا كناس غيورين على المستقبل ديال بلادنا. وتنقولوا عندنا واحد الطاقات، عندنا واحد الامكانيات، واش فعلا استطعنا اننا نوظفوها، اننا نحاول نطلقوا العين الطاقات ديالها باش تزيد ترفع المستوى ديال بلادنا. وتعرفوا من الارقام اللي عندي اكثر من 16% ديال المغاربه في الخارج مستوى التعليم عالي. وتعرفوا كذلك بانهم موجودين في ارقى الجامعات، في احسن المختبرات، موجودين وماشي غير موجودين، وفارضين انفسهم. وتيقول لك انا تنطلب حاجه واحده، انا باغي نعطي شي حاجه للبلاد، ولكن ما باغيش نضيع وقتي، باغي نعطي شي حاجه لبلادي. نجحت وصلت لواحد المستوى، ربما بديت في القرايه ديالي هنا في المغرب، بديت في الابتدائي، في الثانوي، ربما بدايه الجامعه، والان وصلت لواحد المستوى. ولتي ظهر لي لما توصل لواحد المستوى ديال النجاح، الحاجه تبقى تخدمو، تنقول خصني نرد هذا الجميل هذا، اما نردو
البلادي ولا المنطقه ديالي ولا البلده ديالي ولا كذا، راه كاين هذا الدين الذي يطوق الاعناق ديالنا كاملين. اذا اليوم معنا مغاربه اللي جاوا من الخارج، معنا برلمانيين، معنا ممثلين ديال المجتمع المدني في المغرب، ومعنا اساتذه المغاربه ديالنا في المغرب في الجامعه المغربيه اللي عطاو سنين من حياتهم للدراسه والتمحيص في الهجره في مختلف اشكالها، والان هما متمكنون جدا من هذه الظاهره ديال الهجره اللي ربما تطرقوا لها 30 ولا 40 سنه وهما تيشتغلوا عليها. وصلنا الان ان داك الخدمه ديالهم كلها اللي اشتغلوا عليها في واحد الوقت اللي ربما الناس ما كانش تهتم بالهجره بالشكل اللي تهتم بها الان، وهذاك النتائج ديال الاشغال ديالهم ديال التفكير ديالهم الان تنشتغلوا تنحاولوا اننا هاد العصاره ديال التفكير ديالهم ماشي كله اللي عطاه اننا نوظفوا المصلحه كذلك للمعالجه والتدبير ديال الهجره بصفه عامه بالنسبه لنا. بغيت نشكر الساده الاساتذه والاستاذات اللي حاضرين معنا، ودائما حق يقال دائما كانوا حاضرين وقت ما يعني طلبنا منهم انهم يساهموا او يحضروا او يعطيوا كل ما عندهم، دائما كانوا يعني تيتجاوبوا. النقطه الثانيه، هذا الشيء ديال الكفاءات المغربيه رقمتها الاخ ترى ماشي عاد اليوم غادي نبداو، وكانوا اجتهادات بداو هذه سنين 22 23 25 سنه باش بدات، اجتهادات مهمه بزاف وكاين تراكمات. هادشي علاش نقولهاش، ما غاديش نبداو من الصفر، الناس اجتهدات وعطات في واحد الوضع معين في واحد المناخ معين في واحد الظروف معينه، عطات يعني هاد الاجتهادات باش دائما الهاجس اللي كان والانشغال اللي كان كيفاش هاد الكفاءات انها توظف في المصلحه ديال الوطن. اذا ما تنطلقوش من الصفر وما غاديش نوصلوا للكمال، احنا متاكدين بانه انا متاكد انه غاديش نوصلوا للكمال، غادي يكونوا ثغرات غير ديروا رجلنا على الطريق الصحيح، استفاده من النجاحات، استفاده من الاخفاقات، استفادة من الأخطاء، استفادة من الآراء الصائبة اللي كانت إلى غير ذلك. إذا هذا أساسي جدا باش ما نعاودوش نفس الشيء. إذا تراكموا هذه التجربة، تكلمتوا على فينكم، على مغربكم، هادشي كله مزيان. لهذا أساسي باش نقولوا دائما التوجه في الرؤية ديالنا نبنيو نصحح، ولكن كذلك تنعتمدوا على الأساس اللي دار من قبل اللي خدموا فيه المئات ربما الالاف من الناس اللي اشتغلوا، وكلهم كان كيحركهم الوطنيه السابقه اللي تنقسموها كاملين، راه حتى واحد ما غادي يجي يقول انا عندي وطنيه اكثر من الاخر، كانوا تيشتغلوا بوطنيه، تنشتغلوا بوطنيه، غادي يجيو ناس من بعد باش يطوروا كذلك شي تنديروا، وغادي يشتغلوا بنفس الوطنيه اللي تنقسموها كاملين. الرغبه اللي عندنا اننا دائما نطوروا، وهذه هي الديناميه اللي بغيناها في العمل ديالنا في هذا المجال. هذا كان بدنا بطبيعه الحال انه يحضروا اكبر عدد ديال الكفاءه المغربيه، هذا هو التمني، ولكن تتعرفوا صعيب انه يجيو كاع الكفاءات، وبالتالي تنقول جوج حوايج في هذه النقطه هذه. بما اننا ما استطعناش ان نجد الكفاءات ديالنا فيما كانوا يحضروا، هناك التكنولوجيات الحديثه خصنا نوظفوها في هذا المجال باش نعطيو امكانيه كذلك انهم يساهموا. هذا العمل غادي يدار طبيعه الحال هو كاين، ولكن غادي يتطور في هذا المجال باش نصنطوا اكبر عدد ديال هذه الكفاءات المغربيه الموجوده، لان ماشي هذا العدد اللي احنا موجودين هنا اللي ربما عندنا الحقيقه الكامله او اللي عندنا الراي الصائب او لا او لا، ولكن دائما هناك اغناء بالاراء ديال الاخرين. اذا بما اننا ما قديناش يجيو الاخوان ديالنا كاملين والاخوات ديالنا كاملين، يعني نفتحوا هذا الباب، ولكن هذا الشيء تيوضع كذلك مسؤوليه على الناس اللي حاضرين، لان كل حقيقه تمثلون كل المغاربه او الكفاءات ديال المغرب اللي في الخارج، وبالتالي العصاره ديال العمل ديالنا خصو يحاول يقترب ما امكن من التفكير ومن الرغبه ومن ما يريده من الطموح، من الطموح ديال هذه الكفاءات ديالنا اللي موجوده على برا، اللي موجوده في الخارج، وخاصه انه وهذا هو الغنى اللي خصنا نستافدوا منه، اننا ماشي مدرسه واحده. عندنا المدرسه الالمانيه موجوده معنا، عندنا المدرسه الفرنسيه موجوده معنا، المدرسه الامريكيه موجوده معنا، المدرسه الكنديه موجوده معنا، وهذا غنى بالنسبه لنا.
باش نستخدم هذه المدارس المختلفه، هذه المدارس المتنوعه، هذا الرؤى المختلفه، لان في الظروف باش تشتغل هذه الكفاءات، الامكانيات اللي تتوضع راه هذه شرط، المشاريع اللي تتشتغل عليها بما انها مواضيع مختلفه كذلك ومتنوعه جدا، انا نتاكد بان من النقط الاساسيه اللي خصنا نشتغل عليها كيفاش التشبيك ديال هاد الكفاءات اللي عندنا، باش اللي في كندا يعرف بانه ها اللي كاين في الولايات المتحده، ها اللي في فرنسا، هدف واحد هو اللي مسطرينه ونديروه في البند العريض، كيف نخدم بلدنا، كيف نخدم مصلحه بلدنا، هذا هو البند العريض، وهذا الشيء متفقين عليه كلنا، اما كنا في ساحل العاج ولا في امريكا ولا فين ما كنا. اذا هاد كذلك هاد النقطة ولا هاد لاتو اللي عندنا خصنا نستافدو منه أيما الاستفادة، وبالتالي هذا الدور كذلك ديال هاد العينة المتنوعة اللي حاضرة معنا. النقطة الأخرى اللي بغيت نتكلم عليها وفي هاد الظرف اللي حنا عايشين، بلادنا الحمد لله عرفت واحد تحولات عميقة جدا جدا جدا، عرفت إصلاحات حقيقية وعميقة جدا كل المجالات، عرفت واحد الديناميه اقتصاديه في هذه الجهه ديالنا اللي يشهد لها في المحافل الدوليه. اذا هناك امكانات مهمه، هناك يعني مجالات ديال العمل حقيقيه في كل المجالات، هذا نتكلموا على المغرب الاخضر، المجال الفلاحي اللي اصبحنا فيه نموذج في المجال الفلاحي، هذا الان نتكلموا على المنظومات الصناعيه ليزيكوسيستيم اللي الحمد لله غادي يخلق واحد الثوره في المجال الصناعي في بلادنا، احنا تنتكلموا على الطاقات المتجدده او كذا كذلك اللي خطينا في واحد الخطوات كبيره جدا، وبالتالي عارفين شنو بغينا، عارفين فين بغينا نوصلوا، وعارفين علاش نتكي من الركائز اللي بغينا. اذا الرؤيه واضحه محدده، وبالتالي الدور علينا انه كيفاش هاد الاوراش اللي مفتوحه والرؤيه كيفاش تغذى تغذيتها بهاد الطاقات، بهاد الذكاءات، بهاد التجارب، بهاد المعارف، بهاد الشبكات اللي وراء، وكذلك لانه في هذا المجال هذا لما تنتكلموا على واحد الكفاءه معينه مغربيه راه ماشي فقط هو اللي غادي يفيد البلاد، غادي يفيد البلاد ولكن غادي يفيدها كذلك بكل ما وراءه من يعني فرق ديال البحث، غادي يفيد بلاده بكل المشاريع اللي تيشتغل عليها ربما مع جامعات اخرى ولا في دول اخرى، غادي يجيب للبلاد ديالو هذيك المعارف ديالو والتجارب والشبكات ديال المعارف كذلك وافكار المشاريع هي اللي غادي تفيد البلاد. اذا البلاد في ديناميه اقتصاديه، في حركيه عميقه جدا، في اصلاحات يعني قوية جدا، وبالتالي كيفاش هاد الكفاءة ديالنا انها تساهم في هاد الحركية. تكلمتوا على الهند، تكلمتوا على الصين، حرام انه بلادنا في هاد الجو ديال الدينامية اللي كاينة ما تستافدش مع هاد وليداتها اللي عطاو ونجحوا في هاد الأماكن. راه بحال شي فرقة الكرة، لما تيكون عندنا واحد اللاعب ينجح مزيان تيلعب في شي فرقة كبيرة، وحرام ما نتفرجوا فيه وما نجيبوش يجي يلعب مع الفريق الوطني ويبقى يمركي البيوت ويأهلنا لكأس العالم ويأهلنا كذا. في هاد التيران اللي عندك الرباط. قلت لكم انا ما عنديش لغة الخشب. إذا ما تيكون عندنا اللعابة بحال هكذا حرام أننا البلاد ما تستافدش منهم، وخاصة وهذا بكل صدق لمسته في كل لقاءات اللي كانت عندي في جميع الدول التحتية الفرنسية، الناس باغيين تخدم البلاد، وذاك الارتباط بالمغرب ارتباط حقيقي وصادق، حقيقي وصادق، وبالتالي الدور ديالنا والمسؤوليه ديالنا وعلى السي الداودي راه تنقسموها انا وياك ومع اخرين، كيفاش نهيئوا الظروف المواتيه لهذا الاخوان ديالنا انهم يجيو انهم يشتغلوا. ربما كاين اللي مستعد يعطي اسبوع في العام، كاين اللي مستعد يعطي 10 ايام، كاين اللي مستعد يجيب 6 شهور ويدرس في الجامعه المغربيه، كاين اللي مستعد يعطي سنه يجي في واحد المختبرات ويحرك ديك المختبرات الى غير ذلك. هناك يعني عدد هي بليزيور فورمول، ولكن حنا خصنا نأقلموا هذا الشيء كله بالنسبه للامكانيات ديال الوقت
ديال هاد الباحثين ديال النقطه الاخرى واش نعرفهم فين كاينين؟ راه بزاف خدام في بلاصتو وما عرفوا حد. الدور ديالنا حنا اننا نمشيو نقلبوا عليه. الدور ديالكم كذلك انكم تقولوا راه كاينين هنا وهنا وهنا وهنا، لاننا خصنا نعرفوهم. العديد منهم قاس ربما ذاك المختبر ديالو بديك الجامعه ديالو، يعني يعرف يالله ذاك المحيط اللي داير به. هو راه وطني بحالو بحال اي واحد فينا، ولكن خصنا نفتحوا له ديك الامكانيه. وهنا كذلك الدور ديالنا انه سميتو المستور. شنو هو المنتظر من هذا اللقاء ديالنا؟ المنتظر من هذا اللقاء ديال اليوم انه هذا المقارنه ديال تعبئه الكفاءات، معرفه الكفاءات، توفير كل الظروف الملائمه لتعبئه هذه الكفاءات. وكيف قالت الاخت فايده، راه الكفاءات ماشي فقط في الكيمياء ولا في الفيزياء، الكفاءات مختلفه، قد تكون في تنشيط المجتمع المدني، قد تكون في مجال الرياضي، قد تكون في المجال الثقافي، يعني في جميع المجالات ديال الحياه، جميع المجالات التي تهم المجتمع، جميع المجالات التي تعمل على ترقيه على الرقي للمجتمعات. لهذا المنتظر اننا جميعا ننطلقوا من هذه التراكمات، نطلقوا من هالتجربة اللي كاينة، نطلقوا من هذا الهدف اللي استطرناه هنا، كيف الاستفادة من كل هذه الطاقات، كيف إتاحة الفرصة لهذه الطاقات أن تخدم البلد. علاش غادي نحرموا فقط الكفاءات باش تخدم بلادها؟ هذه هي المسؤولية ديالنا. كيقول لك تحرمني أنني نخدم البلاد ديالي، راك تحرمني أنني نجيب شي حاجة لهذ البلاد. هناك اجتهادات كاين العديد منكم اللي دار جمعيات إما في مجال الطب أو كذا، تيجي يعني بمبادرات شخصية، تيجي تيدير ربما لقاءات في الجامعات إلى غير ذلك، ولكن هالشيء باش يكون عنده أكثر فعالية خصو يتنظم، وباش يتنظم وباش يعني يكون الوصول للهدف خصو نفكروا فيه جميعا. ما يمكنش نتكلموا حنا في الرباط عن طريق تقارير ما يتكتب نقولوا ها كيفاش المقاربه، هادشي خصو يدار مع الناس اللي في الميدان، هو تيقول لك كيفاش، شنو هما الظروف اللي بغيت، كيفاش يمكن ليا نحسس او نعبأ الاخرين. لهذا المنتظر ان شاء الله انه هذا اللقاء هذا ديال اليوم يعطينا الافكار الاساسيه لورقه الطريق، يعطينا الافكار الاساسيه اللي نشتغلوا عليها جميعا لنعبوا اكبر عدد من هذه الذكاءات، من هذه الطاقات، من هذه الابداعات، من هذه النيات الحسنه والارادات الحقيقيه باش تساهم في التنميه ديال بلادنا. انا تنقول في النهايه ما غاديش نطول، لان اليوم هو يوم نقاش، يوم حوار. بلادنا الحمد لله غاديه في طريق بثبات، برؤيه واضحه، غادية في واحد التوجه اللي معبأ كل الطاقات ديال المغرب. جلالة الملك الله ينصرو بهذا التوجه، يعني الحمد لله كلنا منخرطين، وبالتالي الطاقات ديال المغرب تيقول لك انا دير ليا موطئ قدم باش انا نكون في هذا المشروع المجتمعي ديال بلادنا، وهذا هو الاساس اللي خصنا نخرجوا من هذا اللقاء. شكرا لكم.